عباد الله، تعلموا العلم، فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة. وقد سخر الله لكم الوسائل، وهيأ لكم الظروف المناسبة، ويسر لكم الأدوات والتقنية الحديثة، وسخر لكم أجهزة الاتصال ومنصات التعليم عن بعد، فلا عذر لأحد في الانقطاع عن التعليم، فلا عذر لأحد في الانقطاع عن التعليم، فكل الوسائل متاحة والحجة قائمة. وقد كان سلفنا فيما مضى يكابدون الحرمان والغربة عن الأوطان، ويتجشمون كل مشقة وصعب، ويصبرون على اللأواء والنصب والقسوة وضيق العيش والتعب في سبيل تحصيل العلم والطلب، فسبقوا الأمم واعتلوا القمم. أيها المعلمون والمعلمات، هنيئاً لكم، فأنتم خلف الأنبياء والمصلحين في القيام بمهمة التعليم، فقد بعث الله الأنبياء معلمين. هنيئاً لكم باصطفائكم لصحبة العلم وخدمته ونشره وبذل الخير وتعليمه للناس. هنيئاً لكم، فأنتم تغبطون على هذا العمل، فأخلصوا النية واحتسبوا الأجر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند